إذا كان الحديث عن الشعب الفلسطيني ومقاومته والصمود الكبير الذي نشهده منذ بداية الاحتلال، لابد من تسليط الضوء على تراث هذا الشعب. فالتراث الشعبي يكون له أهمية مضاعفة، ويكون التعرف عليه حاجة ملحة أكثر وأكثر، وذلك لما له من أهمية كبيرة في توجيه الشعب ودعم صموده وتعزيز وحدته في مواجهة الاستعمار المباشر وغير المباشر. رح نحكي أكثر اليوم عن التراث الفلسطيني اللي دائما في محاولات لطمس الهوية الفلسطينية من قبل العدو الصهيوني، وضيفنا لليوم مع التراث الفلسطيني أو جزء من التراث الفلسطيني الموجود ضمن استوديو صباحنا غير لليوم، حنتعرف عليه من خلال ضيوفنا. وضيوفنا هو الشيخ التراث الفلسطيني أبو علي جابر، وأيضا الحاج أبو رائد وهو صاحب بيت التراث الفلسطيني مضافة فلسطين. يسعد صباحكم وشرفتونا، وأهلا وسهلا بحضرتكم. مرحبا بك، يسعد صباحكم. صباح الخير، أهلا وسهلا بوجودكم معنا. خلينا نبدأ مع حضرتك أستاذ أبو علي جابر، خلينا نحكي عن أهمية التراث الفلسطيني المادي وغير المادي بدعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته. طبعا التراث هو موضوع كبير جدا، وهو مثل ما يقولوا بحر ذو قاع غميق جدا. فنحن كانت تتكلم باختصار عن التراث. نعم. التراث الفلسطيني بالنسبة هو الموروث، هو الموروث التاريخي. نعم. التي تتعاقب عليه الأجيال من الأجداد والآباء إلى الأبناء إلى الأحفاد. طبعا التراث الفلسطيني مواضيع كثيرة وعناوين كثيرة جدا. أنا بسمي التراث الفلسطيني هو الأطلس التاريخي للشعوب. أما نحن كشعب فلسطيني فالتراث يعني لنا هو التمسك بالهوية الفلسطينية والمبادئ ومبادئنا الوطنية وحقوقنا المشروعة في حقنا في فلسطيننا. طبعا وهو ذاكرة ننقلها من الأجيال حتى تكون فلسطين هي وتين القلب للشعب الفلسطيني وللأجيال. أكيد. حتى العودة إن شاء والمسر. الله. وهو وسيلة من وسائل النضال الفلسطيني التي يقاوم تزويف وتزوير هذا الكيان الصهيوني بعد أن احتل الأرض والجو، وهذا يحاول أن يحتل ويزور التراث، لأن شعب بلا حضارة بلا تراث فهو عبارة عن مجموعات إرهابية وصهيونية. صحيح. وهذا التراث اللي عم نحكي عليه نحن، كونه اليوم في محاولات لطمس هذه الثقافات، نحن بحاجة اليوم لنحافظ عليها ونوثقها. أبو رائد، خلينا نحكي عن أهم اليوم الإجراءات اللي عم تشتغلوا عليها حتى تحافظوا على هذا التراث. وأنت حضرتك عم تحكي رح نستعرض بعض خلينا نقول النحاسيات الفلسطينية الجميلة، تفضل. اليوم كيف عم تحافظوا؟ وشغلي يسعد الصباح، اهلا وسهلا بحضرتك، بنشكرك على هاللفته يعني بالاضاءه والاحاطه بالتراث الفلسطيني. واجبنا. وبدايه نترحم على شهدائنا، شهداء الشعب الفلسطيني وغزة شهداء الامه العربيه، نتمنى الشفاء العاجل لجرحانا والحريه لاسرانا. هلا بدايه هو مشروع الحفاظ على التراث، لانه يعني اليوم شعب مغتصب، شعب مسلوب ارضه، شعب مسلوب يعني كل حتى الهواء سلبوه مننا، ولكن لقينا من باب اولى احنا اليوم نحافظ على التراث ونهتم بالتراث لحتى نرسخ بالاجيال القادمه انه احنا شعب. نعم. له تراث، له تاريخ، له كذا، وبظل هجمه من الكيان. نعم. الصهيوني لطمس تراثنا، يعني حتى طمس تراثنا بالابعد مدى. فلكن لقينا احنا من باب اولى حفاظنا على التراث، واحنا اليوم بنحافظ على التراث الفلسطيني ومورثه جيل لبعد جيل، اخذنا على عاتقنا انا اخونا ابو علي أن اليوم نحافظ على التراث ونكرسه لأجيالنا وللأجيال القادمة لحتى يعرفوا أنه هذا الشعب مش مثل ما حكوا أنه صحيح. أرض بلا شعب لشعب بلا أرض. أكيد. يعطيكم ألف عافية، مشكورين على حفاظكم اليوم على التراث الفلسطيني وأهميته. خلينا ننتقل عند حضرتك أبو علي، يعني خلينا نحكي اليوم عنا عناصر كثيرة للتراث الفلسطيني، عنا رموز، عادات، تقاليد، أعراف زي الشعبي كمان. خلينا نوضح بشكل عام عن عناصر هذا التراث. طيب، عناصر التراث الفلسطيني طبعا هو التراث في شكل عام، عندك العادات والتقاليد. طبعا العادات والتقاليد اللي كان يمارسها أجدادنا وآبائنا في فلسطين، التي ولكل
ولكل مناسبة لها عاداتها وتقاليدها. عندك الطب الشعبي كان يستخدموه، عندك الأمثال، عندك الأمثال، عندك السهرات وطبيعة السهرات، عندك طبعا المقتنيات اللي كانوا يستخدموها بشكل يومي، ان كان في الفلاحه ولا في الزراعه ولا من المطبخ او بالمهن اليدويه. نعم. عندك الشعر الشعبي، نعم، والاغنيه الشعبيه، الفلكلور الشعبي. عندك المهن اليدويه اللي كانت تمارس في فلسطين من خلال صناعة القشيات أو من صناعة التطريز للمرأة الفلسطينية وخياطة الأثواب والأثواب الفلسطينية. نعم. التي هي أصبحت مشهورة عالميا. عندك كثير من المواضيع في التراث الفلسطيني. عندك يعني مثل ما حكيت لك، أنا بعتبر هذا هو الأطلس التاريخي لشعبنا الفلسطيني، لشعبنا الفلسطيني فوق أرضه التي ستبقى أرضه رغم كل القوى والمحاولات التي نريد أن تطمس هويتنا الوطنية وحقنا في فلسطيننا. نعم، وقت نقول تراث فلسطيني وشعر وأهازيج فلسطينية، اليوم لكم حصة خاصة بقلوب كل الناس. اليوم فينا نسمع شيء ولو بيت شعر من حضرتكم، هزوجي من تشربي فلسطين، اليوم من خلالكم نحن بدنا نتعرف على هي الثقافة الجميلة. والله صراحة يعني في عندنا مثلا الأغنية الشعبية، أول أغنية شعبية في فلسطين كانت عام 1930 بعد استشهاد محمد جمجوم، الشهداء رحمهم الله، محمد جمجوم وفؤاد حزازي وعطى الزير. فكانت الأغنية يعني كثير أخذ صدق. أبو رائد، فينا نتشارك مع بالأغنية بالهزوجة الفلسطينية؟ عم نحكي اليوم عن عقود يعني مرقت عليها. الأغنية الفلسطينية يعني هي تراثنا الاصيل، يعني من الجفره للدلعونه للدحيه الفلسطينيه المعروفه، يعني هاي كلها هزيج. والله يعني انا حافظها، بس هي بدها جو معين. طبعا الاغنيه الشعبيه، اول اغنيه شعبيه وطنيه غنوها من سجن عكا طلعت الجنازه، عطى الزير ومحمد جمزوم وفؤاد حجازي. جازي عليهم يا ربي جازي المندوب السامي وربعه عمومه. هاي اول اغنيه كانت الشعبيه زالت يغنى فيها شعبنا الفلسطيني، طبعا لانه موروث نضالي مستمر على هذا. وهناك ايضا اغاني الميجنة، يا ميجنة يا ميجنة اهلا وسهلا شرفونا احبابنا، يا ميجنة يا ميجنة حي الزمان اللي جمعنا ولمنا يا ميجنة يا ميجنة زهر الحنون يا ربيع بلادنا. وهناك موال، هناك الموال، والموال يقول وعد بالفور المشؤوم جاير على الرهبان والإسلام جاير. نعم. تناسى العدل وأضحى الظلم جاير، ملوك الغرب ما فيهم حساب. لسه في عنا زريف الطول، زريف الطول قصة كمان معروفة. هي زريف الطول للكل، يعني هي للكل، بس هي كان فيها خصوصية. نسألك كمان طبعي. أبو رائد عن هي الورقة شو بتعني اليوم؟ شهادة تسجيل. الورقة احنا بعرفنا بنسميها الكوشان، الكوشان هي يعني ورقة تسجيل أرض، احنا هنا بالعرف بسموها أوراق الطابو. أنا بس حبيت إني أجيب يعني لحتى نثبت للعالم إنه احنا ما زلنا متمسكين بأدق تفاصيلنا. هاي أنا جاي بس أكمل ورقة معاي من الكوشين اللي هي تضم 11 دلم، 11 دلم. هاي توثيق عم نحكي عن موثقة شهادة تسجيل حكومة فلسطين. نعم. وهي باسم جدي رحمة الله عليه. نعم. علي عيسى خميس العبسي، واحنا ما زلنا لليوم يعني هاي من عام 37. أصحاب حق أنتم أصحاب أرض يعني شيء أكيد. شيء أكيد أكيد، بس ولكن احنا يعني نحكي بصراحة، احنا عم نواجه أبشع قوى الأرض، أبشع قوى الأرض. احنا اليوم عم نواجه بالهجمة على فلسطيننا، يعني احنا اليوم بنشوف اللي عم بيجري بغزة، لما يعني قديش الشعب الفلسطيني صابر. واحنا باعتقادنا بنقول انه حتى الكيان الصهيوني او الغرب لما يعني حب انه يحتل فلسطين، هو احتل يعني الارض الغلط او الشعب الغلط، لانه شعب لا يكل ولا يمل، شعب بيحتفظ بادق تفاصيل
حياته. يعني انا اليوم بحب اخبرك انه يعني بكل فخر هاي العكازه اللي جدي اجى فيها من فلسطين. نعم. قد ايه عمرها هي العكازه؟ هاي العكازه اذا انا بحكي لك بال 48 اللي جدي فيها من فلسطين، خلينا احنا نقول 48 السواره اللي حضرتك اعطيتك اياها هاي من 6 ل 6 ل 6، فانت حتى شوفي حتى من الاستخدام قديش يعني منحيه يعني. كويس، فهذا شيء يعني هذا شيء اليوم احنا بنقول انه هذا ضرب من ضروب النضال. عم نحاول انه نثبت شيء بظل الهزم اللي خبرتك قبل شوي عليها، انه الكيان عم بيحاول يعني يسلب ادق تفاصيل حياته من الزي الفلسطيني للقطب الفلسطيني بالثوب الفلسطيني المعروف بالاكلات الشعبيه، وكلنا بنعرف انه الكيان الصهيوني استخدم الزي الفلسطيني لمضافات شركه العالم للطيران كويس، وحتى يثبت للعالم انه له احقيه في فلسطين، ولكن لغايه اليوم لغايه اللحظه ما ثبت ولا راح يثبت انه له احقيه في فلسطين. فلسطين قلنا اكيد. سيد ابو علي يمكن ما ناخذ هيك اكثر شيء معلومات منكم، شو في بايدك؟ عم شوف عمله قديمه او ممكن العلم الفلسطينيه. نعم خلينا نشوفها ناخذها. يعني هاي المنديم، المنديم مكتوب عليها دوله فلسطين، يعني ما كان فيك اياه مليم، وهذا جنيه فلسطيني. عم نشوف عملة قديمة أيضا جنيه فلسطيني أيضا، ولكن هذا الأحدث يعني من 47 46. فهذه العملة أيضا يعني هي تمسكنا فيها، وهذا هي تمسكنا على حقنا. والشيء اللي بنعتز فيه أنه على المليم وعلى هاي مكتوب دولة فلسطين. نعم. يعني إحنا دولة قبل 48 معترف فينا كان دوليا، معترف فينا حتى سايكس بيكو، وبعد بالفور يعني قسموا دولة، قالوا دولة، كان هناك دولة فلسطين قسموها. وهذا فنحن الآن لا نقول أنه إحنا بدنا نقيم نحرر فلسطين ونقيم دولة، بل نقول سنحرر فلسطين إن شاء الله ونعيد الدولة، ونعيد دولة فلسطين فوق أرض فلسطين كل فلسطين. اليوم الحديث يطول عن التراث الفلسطيني والهوية الفلسطينية، واللي هي أكيد حتبقى باقية. رح يكون عندنا لقاءات بصباحات أخرى، وحيكون وقتنا أطول لنقدر نحكي. خلينا نشوف بلقطة أخيرة لو سمحت أستاذ المفتاح اللي عم يحاول أبو علي يفرجينا إياه. شو هذا المفتاح؟ هذا المفتاح هو موروث من البيت في قريتي، في قرية الناعمة في فلسطين، قضاء صفد في سهل الأولى، وهو أمانة من الوالد لكي نعيد نفتح الباب ذاته بعد التحرير. رح ترجعوا ورح نشوفكم إن شاء الله. وهو رمز للشعب الفلسطيني، يرمز لحقه في العودة إن شاء الله القريبة. إن شاء الله القريبة. دموعكم أكيد غالي علينا اليوم، هذا حق مشروع لكم، والقضية واحدة اليوم، ربينا على هذا الحق وإن شاء الله رح نشوفه. شكرا لكم. بالختام بدنا نشكركم كثير، شيخ التراث الفلسطيني أبو علي جابر والحاج أبو رائد صاحب بيت التراث الفلسطيني، شكرا لكم لوجودكم معنا، لأنكم عم تحافظوا على التراث الفلسطيني، على الهوية الفلسطينية، يلي رغم كل محاولات الاحتلال الصهيوني إنه يطمس هذا التراث إلا إنه لسه باقيين عليه ومحافظين. وشكرا لكم، وشكرا للإعلام في سوريا التي أعتبره أنا صوت وصورة فلسطين من دمشق. شكرا. لقاءات أخرى بالنصر إن شاء الله. إن شاء الله. أهلا وسهلا بحضرتكم.